الهدف الاول لفريق القوة الجوية، كرة خطرة واكرم عمانوئيل. عايشنا لحظات جميلة معكم، مع اللاعبين، مع المدربين، مع أجمل دوري كرة قدم في تاريخ كرة القدم العراقية. أتخيلوا احنا كنا نتغنى بالدوري العراقي في هذا الوقت بالتحديد، بينما كانت الدول تعمل للمستقبل. في اليابان وانجلترا على وجه الخصوص اخذت هذين الدولتين، وراح احكي عليهن، ما راح اخذ بقية الدول وانما اذكرها على وجه العموم. اليابان وانجلترا تحديدا، ابدا من انجلترا. انجلترا شباب عندهم دوري عريق جدا، الدوري الانجليزي اللي هو الدرجة الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة، كان دوري نمطي معروف ودوري عريق. الدوري الإنجليزي من عام 1888 حتى عام 1992، الدوري الإنجليزي اللي تعرفونه هذا بقيمته في 85-86، يعني في هذه الفترة عانى الدوري الإنجليزي من الشغب الجماهيري، من قلة المردود، يعني رؤوس الأموال والتنظيم والتأخير والحكام ومشاكل الجمهور والملاعب، وهذا الهوسة والفوضى كلها صارت مشاكل جدا كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. كل هذه السنوات، هذا العراقة وهذا الإرث الإداري اللي كان يمتلك الدوري الإنجليزي ما عاجبهم. بال 92 سوى رئيس نادي ستون فيلا، قالهم يا بشو تعالوا، لما الفرق كلها قالهم تعالوا خلنا نسوي لنا إدارة وحدنا ونسميها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيها نخبة الفرق في إنجلترا، ونسوي لنا دوري منظم مرتب على قدنا ومربح ماديا، وبدل من الفلوس تروح للاتحاد وتروح منها وتروح منك، احنا نتقاسمها بيناتنا ونخلينا جائزة، وللمدرب وللهداف والأفضل فريق واللعب النظيف. إيرادات البث التلفزيوني للدوري الإنجليزي لكرة القدم تساوي 5 مليارات جنيه استرليني في عقد بين رابطة الأندية المحترفة وشبكة سكاي سبورتس. لنتعرف على كيفية توزيع إيرادات البث التلفزيوني. نسبة 67% توزع بالتساوي بين الأندية الإنجليزية العشرين، نسبة 16% توزع بنظام المضاعف، أي أن البطل يحصل على 20 ضعف المبلغ الذي حصل عليه صاحب المركز الأخير. نسبة 16% توزع على حسب المباريات التي تبث على الهواء مباشرة لكل فريق. والفريق اللي يخرج من المسابقة هذه وين يروح، وش قد نطي فلوس، وش قد نسبتها، والمراكز العشرة الأولى وش قد نسبتها، والأربعة الأولى وش قد نسبتها. وزع ونظم كل هذه العملية في نظام شرع قوننا، سوالك دوري ب70 حظ، وأخذ هذا وزع على بقية رؤساء الأندية في إنجلترا، وانطوا إشعار للاتحاد الإنجليزي. وجد نفس الاتحاد الإنجليزي فجأة أمام هذا الدوري العملاق، أرباح بعد ذلك، حصل الدوري الإنجليزي على أرباح هائلة، وقفز قفزة نوعية ما تتصورونها. الفرق انتعشت ماليا، وقاموا يجيبون أكبر النجوم في العالم، ثري جدا ما يتفاهمون بموضوع البنى التحتية، رتبوا كل شيء كل شيء. رابطة الدوري الإنجليزي هي اللي تدير وتتحكم بمسابقة الدوري. أيضا اليابان سوت هذه الرابطة عام 1992. تخيلوا وياي، رجعتوا للمادة السابقة، تذكرتوا أنه عام 92 شنو كان يسوي العراق؟ كان يتغنى بالدوري وبالنظام الدوري وكذا وكذا، بينما هذه الدول كانت تعمل للمستقبل، من ضمنها اليابان. كلها يعني صارت في 92 نفس هذا الحكي كله في انجلترا، صار نفسه في اليابان، وسووا انديتهم عبارة عن شركات. في عام 2000 اعتقد و7 او 8 صار في السعودية نفس هذا الموضوع، وسووا رابطتهم للمحترفين، كذلك الموضوع صار في
الإمارات وأيضا أعتقد في الأردن، وصار في مجموعة من الدول كلها هذه قبل 10-12-13 سنة كلها فصلت رابط، فصلت مسابقة الدوري عن الاتحاد، وصار عندها مسابقة ويشرف عليها هذه الرابطة. احنا شنو النقل عن السعودية؟ قلوا لي جاوبوني. مواهب، جمهور، ملاعب، أموال، كل شيء عندها. تعالوا أراويكم شنو مكتوب من ضمن أهداف رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بعينكم شوفوها. أنه تسعى الرابطة لأن يكون المنتخب السعودي أو الدوري السعودي بما معنى، يعني لأنه المنتخب يعني الدوري والدوري يعني المنتخب، أن يكون الدوري السعودي واحدا من أفضل الدوريات في العالم، العشرة الأولى في العالم. الرابطة هذه جدا مهمة، وتخلصنا من مشاكل الاتحاد وبلاوي الاتحاد وسطوة الهيئة العامة وسطوة الرئيس والنائب والأعضاء وكل هذه الفوضى والهوسة كلها خلصوا منها، وخلوها رابطة وحدهم. كل هذا الفرق سبقتنا بأكثر من 10 سنوات يا جماعة، أكثر من 10-20 سنة. العالم يتقدم والعراق لم يزل منذ عام 1974، يعني من السبعينات تقريبا، الدوري العراقي كانت فقط في بغداد، يعني مسابقة بطولة مؤسسات بغداد، بعد ذلك سووها دوري مؤسسات العراق. تخيل دوري مؤسسات العراق، وكان لذلك تشوف الطيران اسم الفرق، فرقنا طيران، الجيش، الشرطة، الكهرباء، الصناعة، الدفاع الجوي، القوة الجوية، وحتى هذا اليوم لا زال دورينا دوري مؤسسات، دوري حكومي. احنا عندنا 20 فريق، وانجلترا عندها 20 فريق، اسبانيا عندها 20 فريق بالدوري، وانت تشوف يعني هذولاك مسابقات الكأس الملك والدوري الأوروبي وكأس أبطال أوروبا، دوري أبطال أوروبا وكل هذه البطولات تبدأ وتنتهي، والعراق ما عنده بس الدوري يبدأ ولا ينتهي. منذ انطلاق مسابقة الدوري في السبعينات حتى هذا اليوم، عام 74 حتى 2020، وأنا جاي أسجل هذا الفيديو، الدوري العراقي لم يزل على وضعه كما وضعوه أول مرة على المنضدة. سويتش خلوه على المنضدة وراحوا، تليفون ابو تشرخ هذا هذا احدث من الدوري العراقي. ضربت ايها فريق الشرطه يسجل الهدف الاول في الدقيقه 25 من الشوط الثاني. تخيلوا شباب، بسرعه عندنا رابطه، وهذه الرابطه اسمها رابطه الدوري العراقي الممتاز مثلا، او الدوري العراقي للمحترفين لكره القدم، وتصير عندنا كره قدم خاصه بألوانها بأشكالها، وصار عندنا شعار لهذه الرابطة وللدوري العراقي، وتكون هذه الرابطة معزولة تماما عن الاتحاد العراقي لكرة القدم بمشاكله، بمسمياته، بهوسته التي لا تنتهي. هم الآن الاتحاد وأعضاء الاتحاد والهيئة العامة والمسؤولين على الكرة العراقية في هذه المرحلة بالتحديد، ما أعتقد لا الآن ولا في القريب العاجل أنه راح يتخلون عن الدوري، لأن الدوري بالنسبة لهم مكسب مادي وسطوة وهيبة وكل هذه الأمور. بعد أكو شغلة كلش مهمة ما ذكرتها، أنه لو فصل الدوري عن الاتحاد، بعد الاتحاد أو الأندية بالتحديد ما عندها سطوة على المنتخب، بعد ماكو هذا الفريق بس من فريق، يعني يجينا مدرب من الشرطة يجيب فقط من الشرطة، من الزوراء يجيب فقط من الزوراء، أو لأنه الشرطة أو الزوراء أو الجوية وكل هذه الأندية، لأن عندهم سطوة بالاتحاد معناتها أنه المنتخب لازم من عندهم. الدوري صار بجهة، والاتحاد والمنتخبات بجهة، والمدرب يعمل في هذه الجهة ويذهب يختار من هذه الجهة، وعند العالم، العالم من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه يروح هذا المدرب يجيب لاعبينه اللي راح هذا الدوري يصدرهم للخارج ويربح من وراهم ماني، فلوس. هذا الكلام معني به الزوراء، الطلبة، الجوية، الشرطة، أربيل، هذا الفرق الجماهيرية الكبيرة، ونتخلص من الأندية الآلية اللي هي بتستهلك وما لها كل وجود يعني فعلي في واقع المسابقة، سوى أنها فرق يعني عبارة عن ريبورتات ما لها جماهير. مشجع واحد بس
المخرج فضحنا، استر على ما واجهت يا اخي، فضحتنا يا ابن اكو خطه هذه حاليا الان لو مشينا بها راح نصل الى هذا الهدف. على اي حال هذا الكتاب جاي تشوفونه قدامكم الان، راح اتصفح لكم بشويه وان شاء الله تعالى راح ألتقيكم بفيديو ثاني، وراح ألتقي بالدكتور كاظم العبادي وراح أتحدث معه أكثر عن تفاصيل رابطة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. في نهاية هذا الفيديو لا أسعني إلا أن أشكركم على حسن الاستماع. شباب لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة، شيروا هذا الفيديو، سوونا شوية هيجي تعليقات حلوة، وخلونا هذا الفيديو يصل إلى الجميع حتى يفهمون شنو معنى الرابطة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم اللي من خلالها راح نصير واحد منتخبنا واحد من أفضل الفرق ومستقر، مو في بطولة جيد في بطولة لا لا لا، راح يستقر ويكون عندنا دوري يدعم هذا المنتخب العراقي حتى نحقق الإنجاز، ناخذ كأس آسيا، كأس العالم، ننافس، نصعد الدور الثاني، يصير عندنا منتخب، نزعم آسيا، يصير عندنا ثورة مثل ما صار عند اليابان، مثل ما صار عند إنجلترا والسعودية وغيرها من الفرق. جاء احنا وحدنا.